أصدر قراري اليوم بدعوة جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء على مشروع الدستور هذا. إلى الاستفتاء على مشروع الدستور، وذلك يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012. والذي أدعو الله وأتمنى أن يكون يوما جديدا من أيام نصر الديمقراطية المستقلة إن شاء الله. وليذهب الجميع من أيد ومن تحفظ، من وافق ومن عارض، فليذهب الجميع إلى هذا الاستفتاء ليقول رأيه في هذا المشروع للدستور بكل حرية ومسؤولية وشفافية. فبنا جميعا يبنى الوطن، بنا جميعا يبنى الوطن. الديمقراطية هي المشاركة، هي التعبير عن الرأي. أريد إلا مصباحا استطعت.